تمام طلاب، هسه طلعت عندكم الشاشة. تمام اوكي، السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. طلاب وصلت البارحة رابط مالت الهوم وورك اللي اريده من عندكم، انه اني لحد يوم الثلاثاء الساعة 6 العصر اقفله بعد ما استلم وراه. فعندك مجال منها الى باتشر الساعة 6 العصر تسلم الهوم وورك. التسليم يكون لمرة واحدة، يعني انت شقد حجم الفايل اللي تقطعوا لي اياه، وانما اسوي له ابلود مرة واحدة، لان يسمح لك سبمشن يعني فقط مرة واحدة. اوكي، واني اشيك عليه ان شاء الله. نعم، بس عاد نسوي خطيط لو نسوي بي دي اف بعدين يعني؟ ماكو مشكلة، يعني انت ما اريد من عندك تطبعه، اللي يريد يطبعه يطبعه، اللي يريد يكتبه كتابة خط يد يكتبه، بس اريده واضح، يعني ما اقعد افك الغاز، اريده مرتب. دكتورة نعم، بس عادي اني ما اسوي على شكل جدول؟ كيفش انت شلون تفتهمين الموضوع؟ سوي لي اياه، بس اريده مرتب. اوكي زين، بعد احد عنده سؤال قبل لا ابدا بالمحاضرة؟ طلاب رجاء حولوا من الرابط الأول للرابط الثاني، أخاف أكو زيارة. يعني أريد مثلا أمير نوري، إكرام، آية عبد المهدي، أحمد لطيف، زين العابدين، محمد، محمد عبد الله، حولوا على الرابط الثاني. تمام، أوكي، نبلش إن شاء الله اليوم المحاضرة اللي هي البارت 2 من الكحول. احنا البارحة شرحنا، أخذنا تفاصيل عن الكحولات، قلنا هي يعني أهميتها كونها مواد واسعة الاستخدام بالمجال الطبي، بالمجال الصناعي، بالمجال اليومي. مثلا احنا ضربت لكم مثال انه احنا هسه في زمن كورونا هواية نستخدم المعقمات، اللي هي مثال عليها الايثانول او الايزوبروبانول، هاي كلها مواد معقمه نستخدمها. طبعا التعقيم احنا ما يصير نستخدم ايثانول بيور 100% ايثانول، وانما احنا لازم نخففه الى حد 70%، يعني 70% هو يشتغل از يعني مواد معقمه وتستخدم عاده. فناخذ مثلا 70 مل من الايثانول ونخففه، نضيف له 30 مل ووتر، يصير 70%، هذا يشتغل كمعقم. اخذنا ايضا الكيميكال ستراكشر، شلون نشخص انه هذا المركب كحول من الفانكشنال جروب اللي هي الاو اتش. الكيميكال فورمولا هي سي ان اتش 2 ان بلس 1 او اتش. قلنا درسنا ايضا الفيزيكال بروبرتيز من ناحيه البويلنج بوينت، وعرفنا ليش درجه الغليان عاليه مقارنه بالالكان والايثر، وايضا اخذنا انه مركب الكحول ليش تكون يعني اذابته سهله بسبب تكوين الهيدروجين بوندينج، وهي يعني بشكل انتر موليكيور او تكون بتوين يعني جزيئه كحول وجزيئه ووتر. فإذا يعني هذه كلها درسناها، وأصور أنه واضحة بالنسبة لكم. اليوم راح تتذكرون أنه أنا البارحة شرحت أيضا عن الأسيديتي، وقلنا أنه من نيجي نقارن الأسيديتي مالت المركبات الكحولات ويا مثلا الإيثارات، أو ويا يعني أي أورجانيك كومباوند، هنشوف أنه هو سلايتلي يعتبر أسيديك. طبعا هو مو بدرجة قوة، قلنا الكربوكسيليك اسيد، كربوكسيليك اسيد هو من اسمه اسيد، يعني معناته تكون هو يعني اقوى من بالحامضية من الكحولات. لكن مثلا من اجي ادرسه اعتبرها، هل انه اعتبر هاي الكحولات هي مواد حامضية لو قاعدية؟ لا، انا اعتبرها حامضية. ليش؟ لانه الكحولات لها القابلية انه تو بروتونيتد، يعني تنطيني بروتون بكل سهولة ويتحول الى الكوكسايد ايون. وايضا اذا تتذكرون انه احنا صنفنا الكحولات صنفين، اما برايمري سكندري تيرشري، او يعني الكايل اروماتيك
أروماتيك يعني كحولات أروماتية أو كحولات أليفاتية. فالكحولات الأروماتية من نجي نقارن الأسيديتي مالتها بين الأليفاتية والأروماتية، حنشوف إنه الأروماتية هي مور أسيديك. ليش؟ لأنه هي بكل الأحوال تنطيني أيون الكوكسايد أيون أو فينوكسايد أيون، لكن الفينوكسايد أيون هو مور أسيديك. وعرفنا السبب ليش، قلنا لأنه بسبب وجود الريزونانس اللي بتوين الأكسجين والأروماتيك رينج، بسبب انه يصير بي دي ليكولايزيشن فور ذا الكترون دنسيتي. طبعا هذه كلها مهمه واكدت عليها وقلت لكم اذا اجيب سؤال ما تقول لي بس السبب وانما حتى الرسم اريده وياها. هاي شغله. اذا اليوم احنا هسه راح اعرض لكم جدول ايضا من خلال دراستنا البارحه، انه انطيتكم قلت لكم بعض الجروبس تاثر على قوه الحامضيه يعني بالنسبه للكحولات. فور اكزامبل وطلبت من عندكم انه تقرون عن الالكترون ويذ دراوينج جروب والالكترون دونيتنج جروب، المجاميع الساحبه والمجاميع الدافعه شنو انواعها وشنو اشكالها. طبعا من خلال دراستنا البارحه عرفنا انه المجاميع الساحبه اللي هي الالكترون ويذ دراوينج هي تاثر او تزيد الاسيديتي، وعرفنا السبب ليش. فمثال عليها انطيتكم انه الفلورايد اذا كانت يعني موجوده فراح تكون هو مور اسيدك، وكل ما كان اقرب الى الاو اتش كل ما كان المركب هو مور اسيدك. فهذا التيبل هنا يعرض لك انه متدرج طبعا من الويك اسيد الى سترونج اسيد، يعني الاسيديتي تزيد بهالاتجاه. فمثلا تيرشري الكحول طبعا راح يكون يعني نوعا ما اضعفهم. ليش؟ طبعا احنا قلنا العلاقه بين البي كي اي وبين الاسيديتي هي علاقه عكسيه، فكل ما زادت البي كي اي كل ما قلت الحامضيه. فمن خلال هذا الجدول راح نشوف انه تيرشري الكحول البي كي اي مالته هو 18 لكن هو ويك اسيد، وايل 246 تراي نيتروفينول او 0.60، يعني انه هذا يعتبر اقوى حامضيه. ليش؟ اولا هو نايتروفينول بمجاميع النايت تراي نايترو، مجاميع النايترو هي مجاميع ساحبه واصلا يعني متصله دايركت. هسه اذا لو ترسمون هذا المركب او تجوجلون اسمه راح يطلع الكيميكال ستراكشر، فاي مركب هنا تكتبوه بالجوجل يطلع لكم الكيميكال ستراكشر مالته. فنشوف انه هي مجاميع النايترو زايد الحامضيه لان هي مجاميع ساحبه قويه. لأنه نرجع نقول السبب إنه تسوي حالة resonance between a negative charge of oxygen and aromatic ring. فهذا أعتقد واضح، فتقرون هذا الجدول وتفتهمون. أخذنا أيضا من تفاعلات وطرق تحضير الكحولات إنه حضرناها بعدة أمور، أما من خلال الكاشف جرينيارد اللي استخدمناه وقلنا كاشف جرينيارد مهم لازم نعرف شلون نحضره وين نستخدمه. طبعا يعتمد كاشف جرينيارد على الهاليد الالكيل اللي يتحضر من عنده، ويعتمد على المتفاعل اللي راح يتفاعل وياه، يعني سواء قلنا اذا كان فورمالديهايد ينطيني برايمري الكحول، اذا كان الديهايد ينطيني سكندري الكحول، واذا كان كيتون ينطيني تيرشري الكحول. تمام. وعندنا طريقه اخرى طريقتين اللي هي تفاعل جرينيارد ريجنت ويا منو فاعلنا ويا اسيد كلورايد مشتقات الحمض الكربوكسيليه ويا الاستر ينطيني ايضا تيرشري. نعم ينطيني تيرشري الكحول. اذا هذا يعني نبذه عن طرق تحضير الكحولات. ايضا من طرق تحضير الكحولات اللي ناخذها قلنا الريدكشن الكحول from reduction of carbonyl compound، يعني أي مركب بمجموعة الكربونايل، الكربونايل اللي أقصدها هي هاي C double bond O، من يصير له reduction يتحول إلى كحول. راح نجي نعرف من هي المركبات اللي عندنا بها كربونايل. أنا عندي aldehyde، عندي كيتون، عندي أستر أو كاربوكسيليك أسيد أيضا تحتوي لي على الكربونايل جروب. ف reduction of the carbonyl compound in general give an alcohol. إذا هاي نقطة منتهي من عندها، اختزال هاي المجموعة تنطيني كحول. Note that organic reaction at the equivalent of H2 to a molecule. يعني هنا احنا من بالتفاعلات الاختزال أنا ايش دا أضيف؟ دا أضيف هيدروجين. شلون يتم إضافة الهيدروجين؟ دا أضيف equivalent of hydrogen يعني H2 حتى يصير لي الاختزال.
وارجع واذكر انه تفاعلات الاختزال قلنا تنبي كاتاليست معين اللي هي راح نجي ناخذها البلاديوم البلاتينيوم والنيكل، بالاضافه الى هسه راح ناخذ ايضا عوامل عديده من الريدكشن ريجنت اللي هي واسعه الاستخدام وقسم من عندها سبيسيفيك غاليه ما نستخدمها الا في حالات تفاعلات خاصه. نجي aldehyde give a primary alcohol من اسوي لها reduction. For example هنا والكيتون طبعا give a secondary alcohol. راح اخذ عليها مثال واطبق. نشوف هنا أنا عندي اي aldehyde موجود نسوي له reduction نضيف له equivalent H2 ينطيني a primary alcohol. لكن الكيتون شو ينطيني؟ ينطيني secondary alcohol. لاحظوا هنا كربون متصل باثنين R و H secondary alcohol. قلنا الكاتاليست هيدروجينيشن، الكاتاليست اللي يستخدم بتفاعلات الهيدروجينيشن او تفاعلات الاختزال هو عندي اما استخدم بلاتينيوم بي تي او بلاديوم بي دي او نيكل، هذه واسعه الاستخدام طبعا ويا الهيدروجين ينطيني الكحول. ايضا هنالك عده يعني مواد او كيميكالز نقدر نستخدمها كريجنت للريدكشن. فور اكزامبل NaBH4 اللي هو صوديوم بوروهيدرايد. صوديوم بوروهيدرايد is not sensitive to moisture and it does not reduce other common functional group. يعني هو ما راح يكون سبيسيفيك لي، يعني نقدر نستخدمه لعده تفاعلات وما يكون هو sensitive to moisture، يعني ما يكون هو حساس للرطوبة فنقدر نستخدمه عادي، بالإضافة لأنه هو not reduce other common functional group يعني ما راح يسوي الاختزال لمجاميع فعالة أخرى. ليثيوم ألمنيوم هيدرايد الريجنت الثاني LiAlH4 is more powerful، أقوى من الريجنت الأول، أقوى من الصوديوم بوروهيدرايد و less specific أقل خصوصية، يعني نقدر نستخدمه ويا عدة تفاعلات، يعني مو التفاعلات معينة يلا أقدر أستخدم هذا لا، وإنما يعني مشكل هالوز أقدر أستخدمه لعدة تفاعلات مو specific and very reactive with water وكلش فعال ويا الواتر. Both add the equivalent of hydrogen يعني مثل ما قلنا انه انا بالريدكشن دا اضيف جزيئتين من الهيدروجين. ناخذ مثال aldehyde reduction عندي مثلا for example الالديهايد دا اضيف له صوديوم بوروهيدرايد بوجود الايثانول as a solvent ووسط حامضي، هذا مو ووتر هو وسط حامضي H3O plus ينطيني primary alcohol. اوكي في حين انه اذا استخدم كيتون باستخدامي ايضا صوديوم بوروهيدرايد بالايثانول والاسيديك ميديا ينطيني يعني سكندري الكحول. فهذا مثال على التفاعلات من استخدام صوديوم بوروهيدرايد. الكربوكسيليك اسيد اند استر ار ريدوسد تو جيف ا برايمري الكحول. لاحظ اذا هسه طلعت عندي يعني شغله جديده انه انا مو فقط من الالديهايد والكيتون اقدر اني احضر الكحولات لا، وانما اقدر احضر الكربوكسيليك يعني الكحولات من الكربوكسيليك اسيد ومن الاستر. انا الكربوكسيليك اسيد شلون حصلت عليه؟ شلون تحضر عندي كربوكسيليك؟ عافيه محمد عبد الله مو؟ عبد الواحد علي عافية عبد الواحد. أنا أسجل أسماء اللي يشاركون ترى حتى لا حد يجي يقول لي بعدين ليش نقصتني أو ليش ما حطت لي درجة مثلهم. عافية عبد الواحد يقول إنه أنا شلون حصلت على الكربوكسيليك أسيد؟ إنه من أكسدة الألديهايد يتأكسد، العفو من أكسدة الكحول الأولي يتأكسد إلى ألديهايد والألديهايد يستمر بالأكسدة ينطيني حامض كربوكسيلي. زين عكس الأكسدة، تفاعلات الأكسدة شنو بالكيمياء عندنا؟ عكس الأكسدة شنو؟ الاختزال. عكس الأكسدة اختزال. زين أنا إذا أرجع من الكربوكسيليك أسيد إلى نقطة الصفر بالاختزال يعني شو يرجعني؟
ويرجعني الى برايمري الكحول عافيه. اذا اني لازم من اقرا اربط المواضيع بيناتها، يعني اني من حصلت على كاربوكسيليك اسيد بالاكسده، اذا من اختزله يرجعني الى نقطه الصفر واللي هو البرايمري الكحول. اذا هاي وحده من طرق التحضير الكحولات الاوليه باستخدام الكاربوكسيليك اسيد. نجي الاستر منين يتحضر عندي؟ يلا شباب دنيا ظهر كافي نوم. ماكو كيتون، ماكو كيتون. تفاعل الحمض الكربوكسيلي ويا الكحول. عافية. منو انت؟ شو اسمك؟ عبد الواحد علي. عبد الواحد علي. هم عبد الواحد اليوم بس عبد الواحد يجاوب مضبوط. عافية عبد الواحد، عافية عليك، شاطر. الاستر منين احضره؟ احضره من تفاعل حامض كربوكسيلي جزيئة وحدة زائدا كحول، يعطيني استر بلس ووتر. الووتر هو غاز يعني برودكت، يعطيني استر وكحول. وقلنا الاسترات هي يعني نقدر احنا نحضرها ونقدر احنا نستخلصها كنواتج طبيعيه موجوده بالورود، الروائح الطيبه، بالفواكه، هذا الطعم والريحه الطيبه مالتها. ايضا يستخدموها بالعطور، بالمطيبات الطعام. يعني الاسترات كلش فريندلي وكلش حلو الشغل بيها، بحيث حتى من نشتغل بيها بالمختبر يصير ريحه المختبر طيب لانه ريحتها طيبه. فهاي الاسترات منين تتحضر؟ الاسترات من كحول زائدا حامض كاربوكسيلي. زين انا هسه صار عندي كحول وحامض كاربوكسيلي، طبعا الكحول هنا لازم برايمري الكحول اللي ينطيني اياه او يتفاعل وياه ويا كاربوكسيليك اسيد ينطيني الاستر. إذا أرجع بالاختزال، إذا أختزل هذا الأستر، شي رجعني نقطة الصفر منه؟ منين يتكون هو؟ كحول وكاربوكسيليك أسيد. وإذا أستمر بالاختزال، هسا أنا طلع لي كحول وطلع لي كاربوكسيليك أسيد وبعد أختزل، شي ينطيني؟ يرجعني إلى كحول. الكاربوكسيليك أسيد هم يختزل يرجع كحول. إذا الأستر ينطيني جزيئتين كحول. وياي يا طلاب؟ الأستر، اختزال الأستر ينطيني بالنتيجة بالمحصلة النهائية جزيئتين كحول. ولذلك مرات احنا دائما مثلا يستخدمون الاسترات بتحضير الكحولات، ليش؟ لانه هو ده ينطيني فرايتي اوف الكحولز، يعني انواع متعددة من الكحولات. يعني مثلا انا اريد احضر نوعين من الكحول، فاروح للاستر اشوف الاستر اللي موجود، مثلا اذا موجود استر حتى ينطيني يختصر لي الوقت انه هو ده ينطيني اوريدي جزيئتين من الكحولات. تمام. زين هسه راح ناخذ مثال. طبعا قبل اخذ المثال انه الريجنت ريدكشن ريجنت هو ليثيوم المنيوم هيدرايد از يوزد بيكوز صوديوم بورو هيدرايد از نوت افكتيف. يعني اني بهذا التفاعل حصريا لازم استخدم ليثيوم المنيوم هيدرايد، ليش؟ لانه الصوديوم بورو هيدرايد ما يتفاعل، ما راح يسوي لي التفاعل صحيح. ليش اقول لكم انه كل تفاعل له الكيميكال كونديشن الخاصه به، فلازم نحفظه مثل ما هو. زين هسه عندي كاربوكسيليك اسيد ريدكشن مثال عليها اللي هو 9 اوكتو ديكونويك اسيد اللي هو الاوليك اسيد اللي هو اوريدي يعني يطلعوه من الاوليف اويل زيت الزيتون، هذا هو شكله يستخلص من زيت الزيتون. زين فهو عباره عن كاربوكسيليك اسيد. قلنا الكاربوكسيليك اسيد يصير الاختزال بليثيوم المنيوم هيدريد بوجود الايثر والوسط الحامضي راح يعطيني برايمري الكحول. قلنا احنا ليثيوم المنيوم هيدرايد تشتغل فقط على الكربونايل جروب، ما تيجي تختزل اني فانكشنال جروب، يعني تشتغل على وحده اللي هي رئيسيه اللي هي فقط الكربونايل جروب، ما تشتغل على الدبل بوند. الدبل بوند بقيها مثل ما هي، لاحظوا، فتشتغل وان سايد، فراح يصير عندي كحول. هذا نوع الكحول هو يعني كحولات غير مشبعه اللي هو 9 اوكتا ديكانول اللي هو طبعا اليلد بيرسنت مالته 87%. تمام. زين نجي بالنسبة للأستر ريدكشن، اختزال الأسترات بنفس الرياجنت. قلنا هذا الرياجنت خاص بالأسترات هو الكربوكسيليك أسيد. فأيضا عندي مثلا هذا الأستر اللي هو أنساتشوريتد
طبعا هنا راح يشتغل على هذه الجروب، كأنما يقسم لجزيئة الإستار إلى two parts. لاحظوا، يأخذ هذا الجزء ويأخذ هذا الجزء، اثنين هيسويها كحولات، فهاي المجموعة يختزلها وهاي المجموعة يحولها إلى OH. فشي يصير عندي جزيئتين كحول اللي هي CH3OH ميثانول، ويعطيني اثنين بنتين أول اللي هو طبعا النسبة 91% على اعتبار انه هو الجزء الاكبر من الاستر. مفهوم طلاب؟ لهنا اكو سؤال؟ نعم. شوي يعطي كحول وكاربوكسيليك اسيد، لكن اني باستمراري لما هو عامل مختزل قوي قلنا من يعني الكاربوكسيليك اسيد يختزل، يعني اني هنا أنا مختصرتها، يعني كاربوكسيليك هو صح يعطيني كاربوكسيليك اسيد CH3. طبعا هنا أنا الكحول هو CH3OH، الكحول هو هاي جزيئة الكحول، وهذا راح يكون الكاربوكسيليك اسيد، هذا الكاربوكسيليك اسيد الجزء الاكبر اللي هو اللي بيه كاربونيل. واضح طلاب؟ اللي بيه الكربونيل هو الكربون، يعني هذا يصير سي دبل بوند او او اتش، يعني هذه كانما اذا يعني مثلا ما موجوده راح يصير سي دبل بوند او وهنا او اتش. لكن هي مباشره صارت، لكن اني لانه كون عامل مختزل قوي فراح يختزل لي، يستمر بالتفاعل الى ان يوقف لي لحد الكحول. تمام؟ وضحت الفكره طلاب؟ عرفتوا زميلكم شلون سال وانتبه؟ انه اني هو احنا قلنا الاستر يعطيني صح كربوكسيليك اسيد وكحول، لكن ليش طلعت هنا انا عندي اثنين كحولات؟ ما هو اذا عندي كربوكسيليك اسيد وعندي عامل مختزل فهذا الى القابليه انه يختزل نفسه فيرجع لي كحول. زين، هذا السلايد راح يلخص كلامنا، انه اني عندي نوعين من التفاعلات اللي هو الاوكسيديشن، فعل البوينتر الاوكسيديشن، وعكسه هو الريدكشن. كحول يصير لأوكسيديشن يتحول إلى كاربونيل جروب بغض النظر إنه على نوع الكحول سواء كان ألديهايد أو كيتون، لكن اختزال الكاربونيل، يعني أنا سويته إن جنرال، اختزال الكاربونيل سواء أنا أختزل ألديهايد أو كيتون أو أستر أو كاربوكسيليك أسيد، كلها هاي بيها كاربونيل جروب يرجع لي إلى كحول. صار مفهوم طلاب؟ وضحت الصورة عندكم؟ Oxidation of alcohol be accomplished by inorganic reagent. طبعا الأكسدة احنا مثل ما أخذناها بالالكين والألكين استخدمنا عدة عوامل مؤكسدة، هي المثال عليها اللي هي KMnO4 أو CrO3 and Na2Cr2O7 or by more selective expensive reagent. طبعا هذه تكون هي inexpensive، يعني رخيصات وسهلات ومتوفرة فيستخدموها بكثرة، لكن أو التفاعلات أوكي تمشي وياها الأوكسيديشن، لكن أكو تفاعلات لا، يعني تكون هي more selective، يعني هذا مثل إحنا قبل شوية استخدمنا الليثيوم ألمنيوم هيدرايد لاختزال الأستر واختزال الكربوكسيليك أسيد، هذا هو specific، هذا هو selective، يعني هذا خاص بهيج تفاعلات، ما أقدر أجيب غيره، ما أقدر أجيب صوديوم يعني صوديوم بوروهيدريت لانه ما راح يشتغل عندي، فلذلك نسميها سيلكتيف، يعني هذا خاص بالتفاعل. بعض هاي الاوكسيديتيف ريجنت اللي هي تكون اوريدي اكسبنسيف وقلنا نستخدمها عاده في تفاعلات معينه. ناخذ مثال، قلنا برايمري الكحول اوكسيديشن، هذه علامه الاكسده طلاب، خاف تشوفوها، هذا يعني يدل على انه تفاعل. هذه اللي هو 2 براكيت اكسجين ان 2 براكيت، هذا يعني معناها اكسده. طبعا ما يصير اني اقول اكسجين واخلي هاي براكيت، هذا غلط، هذا غلط، هذا هو الصحيح، يعني لانه الرموز اني يعني هي متفق عليها عالميا، فهذا رمز الاكسده، تفاعلات الاكسده خلاص انتهينا، يعني ما اقدر اني اخلي مثلا اقواس بكيفي، لا، وانما هاي البراكيت 2 براكيت هو
يعني دليل على تفاعلات الاكسده. قلنا برايمري الكحول يتاكسد ينطيني الدهايد، والالدهايد يتاكسد ينطيني كاربوكسيليك اسيد، وقلنا العكس شو ينطيني؟ بالاختزال ينطيني البرايمري الكحول. سكندري الكحول ايضا يتاكسد ينطيني كيتون، وايضا تفاعلات الاختزال شو ترجعني الى سكندري الكحول. تيرشري الكحول بالاكسده هو شنو؟ نو رياكشن، ما يتفاعل، ما عنده مجال الكربون، خلاص تيرشري الكحول هو لهنا حده ما يتاكسد. فهذا يعتبر از تيست للكشف عن نوع الكحولات. يعني فور اكزامبل مثلا انت بالمختبر واجي اني انطيك ثلاثه تيست تيوبات بدون ليبلنج، ما بيها ليبل، طبعا هي نفس الكلر، يعني تكون اجيب لك اياها مثلا كلرلس يشبه الووتر، واحد اخلي لك بي برايمري الكحول، واحد بي سكندري الكحول، وواحد تيرشري الكحول، واقول لك اكشف لي عنها بالمختبر، فانت شو تسوي؟ تروح تستخدم واحد من الاوكسيديتيف ريجنت اللي هو كي ام ان او 4 موجود عندك، او سي ار او 3 او ان اي 2 سي ار 2 او 7 الموجودات عندك بالمختبر، تحط على كل وحده من عندها شويه، راح تشوف اذا طلع لك الناتج النهائي كاربوكسيليك اسيد، هذا معناش عندك تكتب يمه هذا برايمري الكحول، اذا طلع لك كيتون هذا معناته سكندري الكحول، اذا ما طلع لك شيء هذا تيرشري الكحول. هسه واحد يبيكم يسال يقول انا ايش مدريني انه هذا كيتون هذا كاربوكسيليك اسيد، شلون اعرفها؟ هذه بعدين هنا ناخذ الراسب اللي يتكون، او يعني نرشح وناخذ الراسب او نعوفه فتره الى ان يترسب اذا ما طلع عندك راسب مباشره، وناخذ الراسب وندرس عليه. هذا نشخصه بأجهزة خاصة اللي هي مثلاً الـ IR أو الـ NMR أو يعني GC الـ LC، هواية أجهزة إن شاء الله هاي تأخذوها بالخامس، فأكشف من خلاله إيش قد عندي كربون وإيش قد عندي هيدروجين والأكسجين، ومن خلاله أعرف إنه هذا كاربوكسيليك أسيد، لو هذا كيتون، لو هذا يعني ألديهايد، كل مركب إليه شارت خاص بي نحلله. تمام، اذا هاي واحده من طرق. نعم نعم، العوامل الاكسده اللي راح اخذها نعم، اذا العوامل الاكسده قويه مثلا اذا استعملتها ويا البرايمري الكحول، نعم يعني انا شلون اوقف واحد الالدهايد، شلون ما اخليه انه يعبر على الكاربوكسيليك؟ ها تتذكر احنا من استخدمنا اي تمام، تتذكر احنا من اي صح، وهو انت اذا تذكر الالكين احنا قلنا نستخدم العوامل المؤكسده الكي ام ان او 4 بنوعين، اما يكون مايلد كونديشن اور سترونج كونديشن، تذكروها لولا عن شرحتها، اما يكون مايلد يعني مخفف، او يكون سترونج بالتسخين ووسط حامضي او وسط قاعدي قوي، فهنا انت تتحكم بيه، تريد تخليه خفيف يوقف لك لحد الالديهايد بعد ما يكمل، تريد تستخدمه بقوة لا، وإنما ينطيك الكاربوكسيليك أسيد. مو بس مركز، مركز قوي يعني إنه يسموه حتى كيمين أوفور الساخن، ليش أنا أحط أنطي تسخين وأستخدم وياه مثلا أسيد أخلي الوسط حامضي، فهنا راح يشتغل بقوة يكمل لي التفاعل الأخير، لكن إذا ما يل جست كيمين أوفور مخفف بالووتر ينطيني فقط الألديهايد. تمام؟ عفوا. مفهومة طلاب؟ هسه يعني أعتقد سهلة واضحة بالنسبة لكم. قلنا بعض الأكسيديشن أوف برايمري الكحول يتم بسبيسيفيك ريأجنت اللي هي تو ألديهايد البيريدينيوم كلورو كروميت اللي هو مختصرة PCC بيريدين بيريدينيوم كلورو كروميت اللي هو هذا الكيميكال ستركتشر مالته. طبعا الرسم هو هذا الموجود، هو هذا الـ PCC ان دايكلوروميثين في سولفنت اللي هو دايكلوروميثين، هذا هو الكيميكال ستراكتشر او الكيميكال فورمولا. طبعا هنا اذا يعني عندي كحول اولي واستخدم هذا الريجنت، هذا ما يصير له، طبعا هذا فروم روز اويل يعني استخلص من الورود هذه الكحولات، واريد اسوي له أكسدة،
فشو نسوي هنا بهالحالة؟ لازم استخدم هذا الريجنت، هذا خاص بهالتفاعل وهذا غالي يعني ما متوفر، فقط انه للاغراض البحثية انه يستخدم. فراح ينطيني الكاربوكس اللي عفوا الالديهايد اللي موجود. طبعا هذا الالديهايد اذا نلاحظ هنا ايضا عندي شنو، عندي دبل بوند، وانا اذا اسوي اكسده فالمفروض هذه هم تتاكسد، تتاكسد يعني شنو، تتحول الى مثلا تربل بوند، لكن هذا ما راح يشتغل عليه، يشتغل فقط وين؟ فقط على الاو اتش حتى ينطيني الكربونايل. يعني هذه بقيها، شوفوا هذه باقيه مثل ما هي، تمام. كونفيرت سكندري الكحول تو كيتون، ايضا ناخذ مثال عليها، جونز ريجنت اللي هو سي ار او 3 ان اكوياس سلفوريك اسيد اوكسيدايزنج برايمري الكحول تو كاربوكسيليك اسيد. راح ناخذ مثال 1 ديكانول، نستخدم سي ار او 3 هذا هو العامل المؤكسد، ينطيني شنو؟ بما انه هو كحول اولي فيستمر بالاكسده وعامل المؤكسد قوي، ينطي كاربوكسيليك اسيد بنسبه ديكانويك اسيد بنسبه 93%، يعني نسبه كلش عاليه. طبعا all of the oxidation occur via an E2 mechanism. طبعا ال E2 وال E1 وال SN1 وال SN2 هذه ان شاء الله تاخذوها بالهاليدات الالكيل، اشرح لكم عنها ان شاء الله دكتوره هبه، انه الميكانيزم شلون يتم بوفق يا ميكانيزم الطريقه. طبعا ال E1 وال E2 هي for elimination وال SN1 وال SN2 for addition، فنشرح هنا اعطيكم فكره عنهم. هنا شلون يتم، شلون يطلع لي هذا الكربوكسيليك اسيد؟ نلاحظ او شلون يطلع هو تحديدا، يعني انا ما يهمني انه كربوكسيليك، وانما شلون يطلع الكربونيل، اني اركز على الكربونيل. انتبهوا يا طلاب، الكحول forms a chromate ester followed by elimination with electron transfer to give ketone. يعني أنا قلت لكم الـ E2 هي خاصة بتفاعلات الـ elimination، تفاعلات الحذف، مش زين حذف. أنا عندي شنو؟ عندي أي كحول موجود ده يتفاعل ويا CrO3. لاحظوا التركيبة مالتها شلون تنفتح CrO3، Cr بها سداسية التكافؤ، تمام، سداسية التكافؤ. ليش؟ لأنه CrO3 أنا يعرف الأكسجين هو ماينس 2، ف 3 في ماينس 2 ماينس 6، إذا الكروم هنا لازم بلس 6 سداسية التكافؤ حتى يطلع المحصلة صفر، حتى يكون هو أوريدي مركب مستقر ما بي أي شحنة، فلذلك إحنا نكتبه CrO3، تمام؟ زين لازم المحصلة يعني بلس 6 وماينس 6 تطلع لي صفر، فإذا ينفتح بهالشكل هذا. بما أنه أنا عندي بالكحولات عندي أكسجين مجموعة هيدروكسيل، يعني عندي إلكترون بير، فعندي كثافة إلكترونية على الأكسجين، فتنفتح هاي الآصرة، لاحظوا مات الأكسجين، وتتهاجم من قبل الإلكترون حتى يرتبط بها الـ CrO3، صار الارتباط بهالشكل هذا. هذا احنا نخليه بين قوسين، اذا تلاحظون هاي قوسين كبار، هاي معناها شنو؟ معناها intermediate compound، يعني هذه حالة انتقالية يمر بها المتفاعل حتى يوصل للناتج. طبعا عادة الـ intermediate compound يكون طاقته كلش عالية، فهو يمر مرحلة يعني فترة زمنية وبعدين يتحول الى product، ما يبقى على حالة لان طاقته عالية. واني بالكيمستري عندي اي مركب طاقته عالية ما يكون مستقر، unstable. فشو يصير؟ لاحظوا هنا عندي قاعدة، أنا ضايفة قاعدة بيس قوية، هاي القاعدة لها قابلية إنه شنو تكتسب بروتون، فش راح تسحب لي؟ تسحب لي البروتون هذه أول شيء، راح تسحبها. شو يصير عندي؟ أنا عادة البروتون يطلع قلنا بدون شنو؟ بدون الآصرة، يعني هذا أضعف شيء، أضعف مخلوق بالكيمستري، ما يطلع ما يسحب وياه البوند. من يبقيها؟ يبقيها محتفظ بها الأكسجين، فتتحول هاي البوند الى شنو؟ الى الكترون بير، زوج الكتروني، تمام، والهيدروجين طلع ويا البيس، لانه حسب مفهوم برونشتد القاعده هي الماده اللي لها القابليه على اكتساب بروتون. نجي هسه القاعده ايضا هنا عندي بعد موجوده قاعده، فراح تسحب لي الهيدروجين الثانيه،
من الكحول. حتى شو تسوي؟ هسا انا صار عندي الكترون بير، وهاي الآصرة شنو راح اسوي؟ آصرة تنفتح، اصير دبل بوند، فيصير عندي الكربونيل. هسا الكربونيل هو المفروض بي 2 الكترون بير، طبعا مدة الرسم يعني واضحة بس قدر الإمكان، هذا زوج الكتروني وهذا الزوج الإلكتروني الثاني ودبل بوند، فهذا هو الطبيعي مالت الأكسجين أو الكربونيل جروب. ويرجع تنكسر هاي الآصرة حتى يطلع شنو؟ يطلع السي ار او 3 مرة ثانية، لأن هو يفوت كعامل مساعد فقط، يهيئ المركب أنه يتحول إلى يعني كحول، يتحول إلى كربونيل كومباوند، مركبات تحتوي لي على الكربونيل جروب. مفهوم؟ هذه نسميها ميكانيكية الـ E2 اللي هي فور إليمينيشن رياكشن، تفاعلات الحذف. شدي يحذف هو عندي؟ هو كحول، شدي يطلع عندي؟ ده يطلع عندي هيدروجين مرة على مرتين، والمرة الثانية أيضا هيدروجين، والمركب يرتب حاله بحيث ينطيني كربونايل جروب. مفهوم طلاب؟ هو مو هو ياخذ البروتونات، لا، احنا منو يسحب البروتون عندي؟ القاعده البيس هي تسحب هي تسحب البروتون، لكن هو شنو يرتبط بالهيدروكسيل جروب حتى يهيئها حتى تسهل عليه عمليه فقدان الهيدروجين. تمام، واضحه طلاب؟ زين. الصوديوم يعني Na2Cr2O7 in aqueous acetic acid is an inexpensive oxidizing reagent، يعني هذا يعتبر مو كلش غالي، فيستخدم عادة بالتفاعلات. نعم دكتورة، بس على السلايد اللي قبل، نعم وضحين CrO3 شلون رجع مستقر؟ هو مو هو يرجع مستقر طلاب، هو هذا اللي دايما يرتبط ويا الكحول يصير مثل المركب معقد، مركب كبير، هذا يكون ما مستقر. يعني انا ايش كاتبه لكم هنا؟ انترميديت كومباوند، اكروميت انترميديت، اكروميت انترميديت، هذا مركب وسطي، هذا تكون كل هذه هاي الهوسه كلها هو، لاحظوا هو ليش اذا تشوفون اني خليته داخل قوسين، لان هذا ما راح يكون مستقر. شوفوا مرة هاي البوند تنفتح، قلنا يصير الكترون بير مثل هنا، وتنفتح هذه تنكسر مرة الأخ، فبوجود القاعدة يسحب لي قلنا الهيدروجين على مرتين، يسحب الهيدروجين مرة، هاي الهيدروجين مرة، الهيدروجين الثانية، حتى تطلع عندي الهيدروجينات ويا القاعدة. زين، هذا هو ما يبقى مرتبط بالكحول، لا، وإنما هو يعني عامل مساعد، يدخل يهيئ المركب وبعدين يطلع بدون ما يأثر على التفاعل فتشي، وبدون ما يأثر على نفسه، يعني شوفوا بقى محافظ على نفسه، CrO3 يطلع، شلون دخل يطلع. مو هو يسحب الهيدروجين، يهيئ المركب حتى القاعدة تسحب الهيدروجين، مو هو يسحب الهيدروجين. وهو اصلا عامل مؤكسد، هو عامل مؤكسد، فشلون تتم الاكسده؟ شلون يحول لي مجموعه الهيدروكسيل الى كربونيل بهالطريقه هاي؟ حتى نفهم انه هو شلون ده يشتغل، عامل مؤكسد، كحول اولي ينطيني الديهايد، كحول ثانوي ينطيني كيتون. اوكي زين، قلنا هذا النوع الريجنت الاخر هو ان اكسبنسيف اوكسيدايزنج ايجنت، يستخدم عاده مثلا هنا المثال فور تترا ميثايل سايكلوهكسانول، هذا الكحول اللي هو نوع ثانوي، فمن يصير عندي ايضا استخدمه كعامل مؤكسد بوجود الاستيك اسيد از سولفنت راح يحول لي الى كيتون، سايكلو كيتون. تمام، اللي هو 4 تترا ميثايل سايكلو هكسانون. ايضا الفينول، قلنا الفينول هو مشتق من الكحولات، فاحنا من ندرسه على يعني نعامله كمعامله الكحول، لكن هنا هسه مثلا من عندي فينول. نعم هو
هو نفس هذا المور سيلكتيف يكون اكسبنسيف لو غير عامل غير اي شيء. لا هذا يعني هذا سيلكتيف، هذا سيلكتيف، هذا مور سيلكتيف يعني اكو هاي تفاعلات قلنا خاصه انه استخدم بيها هيج هيج ريجنت. بعضها يعني مثلا هنا هذا انكسبنسيف، لكن هذا مثلا شافوا انه اكو تفاعلات يفضلون انه استخدم ان اي 2 سي ار 2 او 7، هو يصير اكسيدابل كي من او 4 المركز، يصير اكسيدابل سي ار او 3 يصير، لكن هنا هسه من هو سيلكتيف. هسه انتبه لي على هذا السلايد، من عندك فينول وتريد تسوي له اوكسيديشن لازم تستخدم كي اس او 3 باي 2 ان او، هذا سيلكتيف. لاحظوا حتى شكله غريب، او اس ان سي ال 2 اللي هو يعني فريم السولت، فريم السولت هذا ايضا سيلكتيف. نشوف انه يعني بوجود الـ KSO3 by 2 NO وجود يعني طبعا يستخدمون الووتر فراح يصير للفينول اوكسيديشن. طبعا اذا نلاحظ هنا هذا ما يشتغل فقط على الـ OH وانما شنو يشتغل على another functional group، بما انه عندي دبل بوند فراح يأكسد لي وين، يأكسد لي ايضا واحدة من الدبل بوند فيحول لي الى بنزوكوينون، يعني ينطيني مركب بمجموعتين كاربونايل، مفهوم طلاب؟ هذا سيلكتيف، هذا سيلكتيف. ليش؟ لان هذا خاص بالفينول، يعني انا اجيب فينول واخلي له كي من او 4 ما يعطيني نتيجه، او سي ار او 3 هم احتمال ما يعطيني نتيجه، او احتمال يعطيني يلد جدا قليل، يسوي اكسيد لكن نسبه كلش قليله ما تفيدني. فاني احسن شيء يعني احنا طبعا دائما بالكيمستري المعضله الاساسيه اللي عندنا اليلد، يعني لازم اسوي تفاعل يعطيني ناتج عالي، مو أنا خسرانة مواد وخسرانة وقت وجهد وبالنتيجة يطلع الناتج كلش قليل. زين أنا يمكن هذا الناتج أريد أسوي دول، أريد أستخدمه بالصناعة، أريد أحضر من عنده غير مركبات، فهذا راح يضيع عندي. فأني يعني الهدف الرئيسي بالأورجان كيمستري أو المشكلة الأساسية أنه لازم أحصل على مركب بيلد عالي، مفهوم؟ زين، فإذا هذا هو سيلكتيف أو سبيسيفيكلي هذا المركبات الفينول اللي هو KSO3 by 2NO ينطيني طبعا يشتغلي على الهيدروكسيل ويشتغلي على الدبل بوند. ماشي اي هذا فقط على الفينول، لكن يسوي لي اوكسيديشن المن للمجموعتين الـ OH والدبل بوند واحدة من عندهم فينطيني مركب كلش حلو طبعا بنزوكوينون، بنزوكوينون واليلد 79% مقبول. احنا كل شيء فوق الخمسين نعتبره اوكي، كل شيء فوق الخمسين بالمئة نعتبره اوكي، يعني شلون نسميه promising يعني اوكي. اذا عندي هو البنزوكوينون هسه اريد طبعا احنا قلنا عكس الاكسدة هو الاختزال، اريد اختزله، لاحظوا باختزال يكون SNCl2 بوجود H2O الفورم السولت راح ينطيني هيدروكوينون، ينطيني كحول او العفو فينول لكن بجزيئتين او اتش. فمثلا اني احتاج هذا المركب شو اسوي؟ اروح عندي فينول اسوي له اوكسيديشن وبعدين هذا اسوي له ريدكشن ينطيني الهيدروكوينون، مفهوم طلاب؟ واضحه عندكم؟ يعني أنا مرات مثلاً أحتاج الهيدروكوينون أسوي به تفاعلات، فشون أحصله؟ مثلاً أنا عندي فينول أسوي هذا التفاعل، أكسد الفينول أحصل على بنزوكوينون، بعدين أسوي الاختزال بهذا العامل المختزل الـ SNCl2، لاحظوا هذا أيضاً سيلكتيف، هذا خاص بي، ما أقدر أستخدم غير عامل مختزل، يعني ما أقدر أجيب بلاتين، ما أقدر أجيب نيكل، لا، وإنما يعني أجيب الـ SNCl2 ويا الووتر حتى طبعا والفارمس سولت حتى ينطيني الهيدروكوينون. اوكي طلاب انا لهنا تنتهي محاضره الكحولات، فاي واحد عنده سؤال عنده استفسار
عنده شيء ما فاهمه. أنا يعني طلابي اللي قبلكم طلبوا من عندي إنه راح يخصصون وقت